عادت مدينة السعيدية إلى أجوائها العادية التي تتسم بالهدوء والسكينة بعد أن غادرها السياح. الكل يستعد للمغادرة إذنا بانتهاء موسم الاصطياف. كنجمعوا داك الشيء حيت السواح مشاو بحالاتهم والناس اللي كيقراو راه مشاو بحالهم، والبحر راه شتوه خباو داك الشيء، ما بقى ما غادي ندير. حنا دابا كنجمعوا باش نمشيو بحالاتنا. دابا راه حنا تجمعوا والمهاجرين كلشي مشى والسياحه قلت، السياحه قلت في هاد المنطقه ديالنا الجهه الشرقيه كما تشوفوا كلشي خاوي. لكن البعض من السياح اختار هذه الفترة للاصطياف تفاديا للاكتضاض والبحث عن الراحة والهدوء، وهذا ما وجده بمدينة السعيدية. احنا دابا جينا عاد دابا للسعيدية نستغلوها احنا والعائلة، حيت دابا اخوات كنجيو نلقاو راحتنا، ما كانش داك التحاس، ما كانش داك الامور مزيانة الحمد لله. كان موسم الاصطياف بمدينة السعيدية استثنائيا هذه السنة نظرا للإقبال الكبير الذي شهدته المدينة سواء من قبل السياح المغاربة أو الأجانب. الموسم الصيفي عرف واحد الإقبال كبير بالنسبة للسواح اللي زارونا المدينة السياحية مسمى الجوهرة الزرقاء، تعدت أزيد من 600,000 نسمة، الأغلبية ديالهم من أرض الوطن، أكثر من الناس ديال الخارج. للإشارة فمدينة السعيدية تشهد سنة بعد أخرى تزايدا في عدد الوافدين عليها بفضل شواطئها الممتدة على طول 14 كيلومتر ومرافقها السياحية التي أصبحت تضاهي باقي المدن السياحية.